شرطي يقتل والد زوجته وشقيقتها رميا بالرصاص. جريمة صدمت سكان مدينة وهران بعدما راج فيديو للضحية على مواقع التواصل واستقبلها نشطاء بسيل من الانتقادات. الفيديو ليس الأول ولن يكون الأخير، مثل هذه الجرائم وغيرها تحدث بشكل يكاد يكون يوميا، وظاهرة نشر صور وفيديوهات للجثث في حوادث المرور أو جرائم القتل أخذت منحا تصاعديا في السنوات الأخيرة، وزادت بشكل لافت مع توسع مجال استعمال الأنترنت، مع ما يحمله ذلك من مشاهد صادمة لذوي الحس المرهف أو الأطفال بغض النظر عن حرمة الميت. تصوير الموتى، تصوير الجنائز، تصوير حوادث المرور، تصوير صور بشعة جدا ثم بثها عن طريق هذه الوسيلة وهي وسيلة فيسبوك. معتقدين يعني أصحاب هذه الأفكار الهدامة يعتقدون أن القضية مرتبطة فقط بكونهم يتحصلون على أكبر قدر ممكن من الإعجابات. التعليقات عادة على مواقع التواصل حيال مثل هذه الفيديوهات عادة ما تكون بلغة الانتقاد والاستهجان. فيديو لهذه الجريمة أو تلك قد يكون مادة دسمة لأصحاب الصفحات لزيادة تفاعل وكسب مزيد من المعجبين، وربما تكون هناك عوامل نفسية تدفع كثيرين إلى ترويج فيديوهات الدم. كل واحد عنده خلفية، يا إما يعاني من مرض نفسي يحاول يجلب أكبر يعني مشاهدة، يعني ما هو ما بالنسبة إليه هو شاذ يحاول يردها في المعيار العادي باش يستقطب الكثير من المشاهدين، او خلفيه اخرى اللي هي خطيره هي ضرب نسيج المجتمع، وضرب نسيج المجتمع يعني البنيه تاع المجتمع عند الشريحه اللي هي الاطفال والمراهقين بالخصوص. الجريمة قد تتحول إلى جريمة أخرى، نشطاء يجدون أنفسهم أحياناً تحت طائلة القانون بسبب ترويج مضامين تتعارض مع قيم الدين والمجتمع، أو تنتهك الخصوصية أو تسيء لضحية جريمة قتل وعائلته، وبين هذا وذاك يبقى الواقع أن للميت حرمته.